فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي جدة كبيرة في السن لا تستطيع أن تحج، فهل لي أن أحج عنها؟ حجة نافلة ولا فريضة؟ إذا كانت فريضة وهي لا تستطيع الركوب على السيارة ولا على الطائرة فحج عنها الفريضة، أما النافلة فلا تدخلها النيابة، لأنه لم يرد في الأدلة أنه يحج عن الغير وهو حي في النافلة، إنما ورد في الفريضة. نعم.